بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المستمعين أحبائي وأعزائي. سوف أقوم اليوم باستعراض سريع لبعض ميزات وبعض خصائص iOS 12 البيتا 1، النظام الجديد القادم إن شاء الله في شهر 9 سبتمبر أيلول القادم. وطبعا هنالك مزايا كثيرة جدا وخصائص كثيرة جدا وتحسينات كثيرة في النظام، سوف استعرضها معكم على عدة شروحات، عدة استعراضات إن شاء الله لكي لا يكون الاستعراض طويلا. فطبعا اليوم راح أقوم باستعراض بعض الميزات المهمة جدا التي سوف نتحدث فيها. طبعا أول حاجة راح أتكلم فيها زي ما انتم عارفين في الايوس 11 كثير من المستخدمين النظام كانوا بيعانوا من قصة الميم والصاد، اللي هي الصاد صباحا كان يقرأها صفحة والميم مساء يقرأها متر. الآن في ايوس 12 لا، بيقرأها بكل سهولة وسلوسة عادية، فبقول لك مساء وبقول لك صباحا. على سبيل المثال نفرجيكم 11:51 مساء، لو سمعتوا مساء. أنا طبعا مش عدل أي حاجة في القاموس ولا أي حاجة، وحتى لو عدلنا ما رح يطلعها مساء. على كل طبعا أنا عم بتعرض النظام على آيفون 10. طيب 11:51 نفتح النظام. أول حاجة رح تطرق لها هي في ال نمط الطيران زر التبديل في مركز التحكم، وهي تشغيل زر تقديم سريع قفل التدوير عدم الإزعاج عدم الإزعاج متوقف اللغة سرعة الكلام 65% 65%. أخلي السرعة للكلام 65 اللغة طبعا سرعة الكلمات زي ما قلنا قفل التدوير عدم الإزعاج تم إضافة تحسين هذا الخيار، هذه الميزة في الآيوس 12. لو سحبنا من الأسفل إلى الأعلى فتح عناصر التحكم راح نلقى عندنا صفر عنوان. أول حاجة صفر الكاميرا لساعة واحدة عدم الإزعاج طبعا لساعة واحدة ممكن تشغل هاي الميزة لمدة ساعة فقط، بعد ساعة يرجع عدم الإزعاج يصبح غير مفعل. وعندنا لساعة واحدة زر حتى صباح الغد هاي يمكن تستخدمها لما بدك تيجي تنام علشان ما تصير عندك ازعاجات من الاتصالات ومن الاشعارات والى اخره. فلو حطيت راح يضل معك الجهاز مقفل في عدم الازعاج لغايه الصباح، واذا كنت في الصباح راح يقول لك حتى المساء يعني حسب التوقيت. مشغل حتى اغادر هذا الموقع، وعندك هنا يشغل حتى اغادر هذا الموقع، وهذا طبعا في حال كان عندك اجتماع، عندك مقابلة، عندك أي حاجة في مكان ما وما بدك يكون في عندك إزعاجات وكذا، فبتشغل هذا الميزة، فهو بيحتفظ المكان بالموقع اللي أنت فيه، وبمجرد ما غادرت هذا الموقع راح يرجع تلقائيا عدم الإزعاج إلى الإيقاف، يعني راح يكون راح يتم إيقافه. جدول المواعيد، وعندنا جدول المواعيد أنت تحدد المواعيد اللي راح يتم فيها تفعيل خاصية عدم الإزعاج وإنهائها. جدول مواعيد زر. طبعا هذا بالنسبة ل لساعة واحدة زر قصة عدم الإزعاج. طيب نروح على النقطة الثانية مجلد إكستراز الإعدادات. على الإعدادات طبعا من الإعدادات أول حاجة راح نروح عليها مجلد مجلد الإعدادات عنوان بحث واي فاي. طبعا انا بقول ان النظام مستقر جدا الى بعد الحدود، ليس كبقيه البيتات في ال11 وال10 وال9 الى اخره. هذا النظام اكثر، البيتا هذه عمليا اكثر استقرارا وسرعتها الحمد لله ممتازه جدا. عندنا هنا وقت الشاشه ندخل عليها طبعا اول حاجه راح تلقى عندك اسم الايفون، ملخص استخدام الجهاز واجمالي الاستخدام. انا بقول لك كم بالضبط مستخدم الجهاز، ملخص ندخل عليها وقت استخدام الجهاز عنوان اخر 7 مثلا الايام
آخر سبعة أيام أو اليوم. أنت ممكن تختار سبعة أيام أو اليوم. إجمالي الوقت 3:21 إجمالي الوقت 3:21 3 ساعات و21 دقيقة طبعا استخدامه لهذا اليوم. 12 صباحا productivity 59 ثانية الإعدادات 59 ثانية. أنا بقول لك الساعة بالضبط وقديش تم استخدام الجهاز. 2 صباحا واتساب 9 دقائق social networking 12 مساء productivity. زي ما احنا شايفين انه بيستعرض لك كل ساعة شو تم الاستخدام فيها، ايش استخدمت فيها التطبيقات، استخدمتها وقديش مدة الاستخدام. ولو انسحبنا في القائمة الى الاسفل productivity ترجمة 8 دي زر التاسعة صباحا العاشرة صباحا التقاط الهاتف مرة واحدة 12 مساء التقاط الهاتف 5 مرات زي ما انت شايف. العاشرة الثامنة صباحا التقاط الهاتف مرة واحدة. بقول لك انت مسكت التليفون مرة واحدة الساعة 8 الصبح. التاسعة صباحا التقاط الهاتف مرتين. العاشرة صباحا يعني التقاط الهاتف مرة واحدة. بمجرد ما حطيت اصبعك على الشاشة او ضغطت على زر الهوم بيعتبر لك انها مرة، يعني لما لك تسمع الساعة وكذا. الثانية الواحدة مساء التقاط الهاتف أربع الثانية وهكذا. السادسة مساء التقاط الهاتف التاسعة مساء بعد منها بآخر القائمة راح تلاقي عندك الإشعارات بكل ساعة كم إشعار يجي عندك. ساعة إشعاري واحد إشعاري واحد التقويم إشعارني واتساب 13 إشعارا. زي ما انت شايف بيقول لك كل تطبيق كم اشعار اجاك منه. طيب هاي خلصنا منها. ملخص استخدام الجهاز اجمالي داون تايم. عندنا هنا داون تايم طبعا ندخل عليها داون تايم وقت استخدام الجهاز. طبعا هنا انت بتحدد كم ساعه بدك تستخدم التطبيقات في هذا الجهاز. انت بتحددها ساعه ساعتين نص ساعه اللي بدك اياه، فالتطبيق راح يشتغل معك خلال الفتره هذه بس، وبعديها راح كل ما تدخل على التطبيق راح يقول لك انت مشغل البعد عن الجهاز. متوقف عن الجهاز. متوقف. هنا متوقف نضغط عليها بصير تشغيل. Set a schedule for time away from the screen during downtime. Only apps that you choose to allow in phone calls will be available. بقول لك أنت لما تشغل الخاصية هذه في عندك بس التليفون، يعني الاتصالات هي الوحيد رح يظل فعالة، ما رح يصير عليها مشاكل. Start. بالتوقف قصدي. بقول لك أنه من أي ساعة بدك تبدأ إنك تستخدم البعد عن الجهاز، هو محدد لك تلقائيا على الساعة 10 في الليل. And. السابعة صباحا. لغاية الساعة 7 صباحا. Downtime applies to all devices signed into iCloud. بقول لك في حال إن كنت مفعل الخاصية من 10 إلى 7 الصبح إنه ما تستخدم الجهاز فيها، طبعا راح الجهاز راح يكون عنده القدرة برضو للاتصال مع الآي كلاود، يعني ما بيخد خاصية الاتصال مع الآي كلاود. طيب هاي بنخلص منها. راح نوقفها لأنه ما بستخدمها. ما بستخدمها. طيب. بعدين عندنا حدود التطبيق. هنا بتحدد الليمت للجهاز للتطبيق، لأنك تستخدم التطبيق فقط ساعة نص ساعة ساعتين اللي أنت بدك إياه. نشوف حدود التطبيق. Set daily time limits for app. إضافة حد. هنا بتقولك إضافة حد بتحدد للتطبيقات. اختيار التطبيقات عنوان. طبعا هو عمليا حط لك كل التطبيقات محدد، انك تحدد له التوقيت راح تحدد ساعة أو ساعتين راح يكون لك كافة التطبيقات. Add. زر. هنا في عندك add إضافة يعني زر. كل تطبيق زي ما تشوف كل التطبيقات والخصائص. هنا بيقول لك حد التوقيت صفر ساعة. عندك صفر ساعة تعدي واحدة اثنى ثلاث أربع ساعات خلينها أربع ساعات صفر دقيقة بنجي جمع تسعة ثمانية سبعة ست خمس أربعة اثنى أحد خمس ثمانية وأربعين دقيقة سبعة وأربعة ست خمس أربعة اثنى أحد أربعة تسعة وثلاثين ثمانية وسبعة ست خمس أربعة وثلاثين ثلاثة واثنان وثلاثين دقيقة أحد وثلاثين دقيقة. إذا أنا حطيتها أربع ساعات ونص كل التطبيقات تشتغل، وبعدها كم عاد لو فتحتها ما تجاوب. تخصيص الأيام. وهنا بمكانك تخصص الأيام كل يوم. أنا حط لك كل التطبيقات إن تشتغل فقط في كل يوم أربع ساعات ونص. تخصيص الأيام الأحد 34 دي الاثنين 34 الثلاثاء الأربعاء 34 الخميس. زي ما شايفين كل الأيام ترى التطبيقات راح تشتغل مدة أربع ساعات في اليوم، يعني مش أكثر. في حال يوم من هذه الأيام تخصص له وقت أطول، مثلا الأربعاء الخميس الجمعة السبت السبت بخلي أطول نضغط عليها. أربع ساعات عندك هنا أربع ساعات. خمس ساعات ست ساعات ست ساعات 30 دقيقة 30 دقيقة ست ساعات السبت هاي السبت. لو لاحظنا هسه الخميس أربع ساعات ونص كل الأيام، ما عدا يوم السبت
36 دي 6 ساعات و 30 دقيقة. هذا باختصار 36 دقيقة. طيب نرجع دقيقة. لورا حدود التطبيق كل التطبيقات تايم App limits apply to all devices signed into iCloud. زي ما انت شايف انه في حال كنت استخدمت 4 ساعات ونص وفي يوم مثلا السبت انت محدد للتطبيقات انت تشتغل 6 ساعات ونص، هذا ما يمنع التطبيقات من التواصل مع الآيكلاود. التطبيقات والفئات، كل التطبيقات والفئات. يعني بقول لك التطبيقات والفئات انك تختار التطبيقات كلها او تحددها او تكون كلها او انك تحدد تطبيقات محددة يعني. حذف الحدد زر. حذف الحدد زر. وعندك اخر واحدة حذف الحد يعني انك تلغي. تنبيه هل ترغب بحذف الحدد زر؟ انا يعني حذفت الحد يعني بالاربع ساعات ونص اللي انا حطيتهم وبعدين حذفتهم بصرف التطبيقات كلها تشتغل بشكل تلقائي وطبيعي بدون حدود. خلصنا منها. وقت استخدام الجهاز عنوان حدود التطبيق السماح دائما اللي بعد السماح دائما طبعا هذه الخاصيه السماح دائما وقت استخدام السماح دائما always allowed apps are available during downtime تسمح دائما تسمح للتطبيقات بشكل دائما ان تضل شغاله مستثنى منها. يعني انت لما حطيت حدود التطبيق عملت 4 ساعات ونص في هذه الخانه السماح بشكل دائم انت بتحدد تطبيقات محدده انها تظل مستثنى من الحدود هذه انها تقدر شغاله بشكل دائم. هو تلقائيا حط لك للتليفون للاتصالات هذه مستثنى من القاعده الرسائل برضو والفيس تايم. بإمكانك تضيف اختيار تطبيق، بإمكانك تضيف برضو تطبيقات إنه هاي التطبيقات ظل شغالة وما يكون إلى حدود 4 ساعات ونص أو إشي أي حد بتحدده أنت بتكون هاي مستثنى منها. واحد بلوكر. عندك مثلاً واحد بلوكر. واحد بلوكر. إدخال تسعة. إدخال خمسة. إدخال أبعاد. إدخال احفظي كل. احفظي كل الآن. إدخال أخبار التطبيقات. أنت بتدخل أي تطبيق بدك مثلاً؟ احفظي كل الآن. احفظ القرآن. إدخال احفظي كل الآن. أنا بدي أدخل. إدخال احفظي كل الآن. بس هذا بدي أسوي. إدخال تسعة. إدخال واحد. واجينا لفوق. زي ما شفنا هسه فون الرسائل فيس تايم واحفظ القرآن. أنا هذونا ضلوا شغالات مستثنيات من حدود التطبيق اللي انت حددته. طبعا نرجع هسه السماح دائما content and privacy restrictions lock inappropriate content زر استخدام العائلة. عندك هنا بإمكانك لو دخلت عليها هذا تحط كود للتوقيت الشاشة بحيث أنه ما حدش يقدر يدخل عليها إلا بكود أنت بتكون حاطه رمز دخول يعني، ومنه برضو بتحفظ بياناتك بالكامل في الجهاز. استخدام العائلة. وعندك هنا بعديها استخدام العائلة إذا كنت أنت ضائف إلى جهازك عدد من الهواتف من العائلة يعني لأولادك لمرتك كذا بإمكانك تتحكم برضو بأجهزتهم ومدة استخدام الجهاز. وهذا كويس بالنسبة للأطفال إذا كان بدك إياهم يتابع اليوتيوب مثلا 10 ساعات في اليوم تحدد له ساعة أو ساعتين فالجهاز عنده اليوتيوب ما عاد يشتغل بس يمر الساعة خلاص ما عاد يشتغل بيكفل اليوتيوب. وعندك هنا كمان استخدام بإمكانك هنا الفيس تايم سكرين تايم اللي هو توقيت الشاشة. هنا لو ضغطت عليها ممكنك تفعل خاصية كلمة المرور أو رمز الدخول يعني على هذه الخاصية أو على هذا الخيار في الإعدادات. وعندك آخر واحدة أنك تلغي استخدام توقيت الشاشة. وآخر واحدة عندك Clear Usage Data لو دخلنا عليها هنا راح يمسح لك كل سجل التاريخ الخاص بالمواقع واللي خاص بالإشعارات وبرضه في التطبيقات. يعني التطبيقات بتصير كثر ما تستخدمها بتجمع عنك بيانات كثيرة سجل تاريخ يعني هذا كله بإمكانك تمسحه من هنا. ما في داعي إنك تفوت على أي تطبيق وتمسح كل تطبيق لحد. طبعا انا مش راح امسح لان في عندي تطبيقات محتاج ان ادخل عليها اشوفها. طيب خلصنا من توقيت الشاشه بعدين عندنا مركز شاشه العرض لازم اروح عليها مركز التحكم ادخل عليها. طبعا في الاي او اس 11 تم اضافه ابل سكان بسموه مسح الضوئي للرمز كيو ار كود كان اضافوه للكاميرا. هسه ابل اضافته في iOS 12
خلتك حر انك تدخله في تضيفه الى مركز التحكم، وبدل ما تروح على الكاميرا وتفتح الكاميرا والى اخره، لا من مركز التحكم تدخل بتضيفه لمركز التحكم بمكانك انك تضغط على هذا الخيار وتمسح رمز الكيو ار كود. نشوف مركز الاعدادات زر رجوع مركز حرك الو تخصيص عناصر تخصيص عناصر نروح للتخصيص عناصر مركز تخصيص إعادة ترتيب الكاميرا نمط إعادة الملاحظة إعادة ترتيب الملاحظة تسجيل إعادة ترتيب الحاسبة المزيد إدخال اختصارات المزيد اختصارات إدخال السماع السماع إدخال المؤقت إدخال المكبر إدخال الوصول لموت إدخال حجم إدخال ساعة إدخال عدد عدم إدخال مذكرة صوت وفي عندك مذكرة صوت إدخال مسح ذوي مسح ذوي إدخال مسح ذوي للرمز إدخال مسح الضغط لرمز كيو آر كود إدخال مسح ذوي للرمز دخلنا مذكرة إدخال مذكرة صوت زر لو لاحظنا هسه فوق مركزي تخصيص إعادة ترتيب التسجيل المنبه إعادة ترتيب المنبه الحاسبة إعادة ترتيب مسح ذوي للرمز تم إضافتها. طيب نرجع تخصيص عناصر التحكم زر الإعدادات عنوان طيب نشوفها موجودة نمط الطيران مسح ذوي للرمز هاي بمركز التحكم موجود الحين لو ضغطنا عليها وفي عندك كيو آر كود بإمكانك تمسحه ويطلع لك بيانات الجهاز او المنتج او الحاجة هيك. طيب هاي كمان احنا خلصنا منها. نرجع للاعداد مرة ثانية. خلينا نروح هسه على البطارية. البطارية تم تعديل بسيط فيها. طبعا هو صار في عندك مزيد من المعلومات عن البطارية. نروح عليها. يقوم نمط الطاقة الافتراضي اخر 7 ايام. طبعا هنا بحدد لك حالة التجريبي هذا احنا ما رح نتطرق عليه لانه ما فيش جديد واللي احنا بنعرفه في الايوس 11 نفسه ما في عليه اي جديد اخر 7 ايام زر ان اخر 7 ايام تم الاختيار طبعا هو مختار اخر 24 ساعة العاشر من يونيو 3 صباحا الى 6 صباحا تفاوت مستوى شحن البطارية بين 100% و72% جاري شحن 2:41 بقول لك انا الساعة الساعة كم؟ العاشر من يونيو 3 صباحا الى 6 الساعة 3 الصبح من 3 للساعة 6 كانت من 72 ل100% وتم شحن 1:20 العاشر من يونيو 6 صباحا الى 9 صباحا تفاوت مستوى شحن البطارية بين 100% و100% جاري شحن 3 ساعات العاشر من يونيو 9 صباحا الى 12 مساء تفاوت مستوى شحن البطارية بين 100% و100% جاري العاشر من يونيو 12 مساء الى 3 مساء تفاوت مستوى شحن البطارية بين 100% و100% زي ما لاحظنا احنا هنا بيعطيك كل ما شحنت الجهاز بيعطيك اي ساعة تم شحنه وقديش كانت نسبته من قديش الى قديش وكم كان مدة الشحن. طيب واخر حاجة من تحت راح تلقى عندك طبعا باخر قائمة في باخر قائمة باخر قائمة هذا راح تلقى عندك كل تطبيق قديش استخدم من البطارية. هنا بقول لك كل تطبيق قديش استهلك من البطارية. 0.4 إلى 12 مثلاً والاستخدام أثناء تشغيل الشاشة 3.55 بيعطيك هنا صار في عندك معلومات وفيرة جدا عن البطارية وساعتها راح تعرف قديش تم استهلاك البطارية شو التطبيق اللي استخدم اللي بيستهلك أكثر للبطارية وقد كم مرة تم شحن البطارية وإلى آخره. طيب خلصنا منها. نرجع هسه بنروح على فيس اي دي رمز للدخول صفر من تبقى الخط اليدوي الارقام الاعداد 3 5 6 6 حذف 2 0 6 7 2 الاعدادات طبعا في الفيس اي دي كان بالايوس 11 كان يحق يسمح لك فقط بعمل فيس دي واحد هسا في الايوس 12 لا رفعوا العدد الى 2 يعني بامكانك انك تعمل في مسح للفيس اي دي مرتين او تعمل مسح فيس اي دي لشخص ثاني وتخوله انه يستخدم جهازك يعني انه يمكنه انه يفتح الجهاز بدل عنك فبالتالي يعني بكون عندك هنا ايش مسحين للفيس دي
طبعا شركة أبل أضافتها هذه تحديدا هي للآيباد، وبالنسبة للآيباد المستخدم في المدارس طبعا بيكون لأكثر من مستخدم، يعني طبعا مش رح يكون لكل مستخدم آيباد خاص فيه، فبيعتمدوا أن يكون أكثر من مستخدم دخول مستخدم على الآيباد، فبالتالي شركة أبل وفرت هذه الميزة بحيث أنه كل مستخدم يقوم بفتح الجهاز من خلال الفيس آي دي الخاص فيه. طبعا وين موجودة هذه؟ تلاقيها تحت. انتباه، طلب لي، ستوفر الميزات المتبعة للأنت، ستتحقق كاميرا appearances، عنوان set up an alternate appearance. أنا بقول لك أنه set up عناوين، أحرف، كلمات، set up alternate appearance، يعني تسجل تعمل مسح فيس اي دي مرة ثانية. ثاني لو دخلنا عليها نشوف. زر رسم متحرك للرأس يتحرك بخطى دائرية باتجاه الخارج. كيفية اعداد فيس اي دي، اولا ضع وجهك في اطار البدء. زر البدء. زر هنا ساعتها بترجع تعمل مرة ثانية، بتعمل مسح للفيس اي دي لإلك مرة ثانية، بس عندك اثنين، او بتعمل لشخص ثاني تخوله انه يستخدم جهازك. طبعا راح نلغيها. طيب خلصنا من الفيس اي دي، هسه بنروح على الاعدادات، عنوان ايتونز ستور ويب زد في يوتيوب وورد اي بي ورك فلو الاعدادات بحث. هسه بنروح على مركز التحكم الى عام مركز التحكم. لا زر مركز التحكم، زر شاشه العرض وخلفيه الشاشه، سيري والبحث الى سيري. تم الاختيار الاعدادات زر الرجوع. طبعا زي ما قلت في ميزات كثيره، طبعا راح يكون الوقت طويل اذا راح تستعرضها كلها، ولكن راح استعرض قسم لغايه الان، وان شاء الله في الاستعراضات القادمه باذن الله راح استعرض لكم كافه الميزات اللي اكيد راح تعجبكم كثير، وفي حاجات كثيره تم تسهيلها على الكفيف برضه في استخدام السفاري وبعض التطبيقات الأخرى، طبعا راح أتطرق لها كلياتها، يعني شغلات مهمة جدا بالنسبة للمكفوفين تحديدا، يعني هي بتفيد الكل ولكن راح تكون مفيدة أكثر للكفيف. سيري والبحث. خلينا نبدأ مع ننهي الاستعراض هذا مع سيري، وإن شاء الله في الاستعراضات القادمة راح أستعرض لكم بقية الميزات إن شاء الله. أول حاجة في عنا شورت كاتس بالسيري، طبعا هاي إضافتها أبل لسيري بحيث أنك أنت تحدد أوامر محددة لسيري ويقوم بتنفيذها صوتيا، يعني تسجلها صوتيا وهو راح يقوم بتنفيذها تلقائيا. وطبعا شركة أبل أعلنت أنها راح تقوم بإضافة شورت كاتس أب، راح يكون متوفر في المتجر إن شاء الله في شهر سبتمبر مع إطلاق الآيوس 12، وطبعا راح يكون فيه عدد ضخم جدا من الشورت كوتس، وطبعا التطبيق هذا راح يكون بديل عن الورك فلو. الورك فلو الموجود حاليا راح يتحول اسمه الى شورت كوتس اب، يعني ان شاء الله هذا تعديل كبير برضو، على دفع كبير راح يكون للورك فلو مع اسم اخر راح يتم تعديله. يعني طيب هنا اقول لك انك تضيف بعض الشورت كوت واتساب، سند مسج تو جروب مانجر، هنا بعطيك خيارات مثلا، يعني بعض الخيارات اللي ممكن تقوم فيها. واتساب سند مسج تو ايشا باليوني مور شورت كاتس. ان طبعا اخر حاجه انت استخدمتها، اخر حاجه استخدمتها في الهاتف راح تكون احد الشورت كوتس، يعني هذا بسيري نفسه بيخولك اياها، يعني بيعطيك اياها كمثال بحيث انك ممكن تستخدمه. مور شورت كاتس. بعد منها في عندك مور شورت كاتس، نقرا عليها. شورت كات سيرش حقلي باك سفاري. هنا طبعا في اشارات كثير، عندك مثلا عندك اول شغله في السفاري، سفاري اشارات مرجعيه، اشارات مرجعيه سبيل المثال هي راح اختارها. لا زر ادس اشارات سفاري، على سبيل المثال يمكنك ان تقول شيئا مثل، هنا بامكانك تقول اي حاجه، وسفاري والسيري تلقائيا راح ينفذ لك الامر هذا. اشارات مرجعيه بعد تسجيل، عندك هنا اشارات مرجعيه طبعا في السفاري بعد تسجيل ستارت ريكوردينج، هنا عندك تسجيل انك تسجل صوتك، راح نضغط عليها ونقول له اشارات مرجعيه، اشارات مرجعيه. لا زر تكافئ، لا 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 زر اعاده تسجيل العباره، اعاده اشارات مرجعيه سفاري، اشارات اعاده تسجيل، اعاده تسجيل العباره اشارات مرجعيه زي ما شفنا سفاري إشارات مرجعية. سفاري إشارات تم.
هنا في عندك تم، لازم تضغط على تم علشان تنحفظ. سيري والبحث. تم. سيري الرجوع. أوكي. طيب. مع سيري في حاجات. اختصارتي. تحرير. سفاري. سفاري. حاجات ثانية لسه. طبعا في حاجات كثيرة أنت ممكن بعدين تصفحها لوحدك وتشوفها وتشوف اللي بيناسبك ممكن تضيفه. سيري والبحث. شورت. Add shortcuts for things. اختصارتي. واتساب. Send up. واتساب. مش. أسأل. بإمكان سيري مساعدتك على. استماع لي. اضغط على زر الجانبي. السماح بسيري. اللغة. إيريك، الاستجابة معلوماتي. اقتراحات. سير، بإمكان سيري تقديم اقتراحات في التطبيقات أو عند استخدام البحث والبحث في المعجم ولوحة الفاتح. حول اقتراحات سيري والخصوصية. رابط. اقتراحات في البحث. اقتراحات في. اقتراحات على قفل الشاشة. تشغيل. عندك طبعاً الاقتراحات اللي بيوفلك هذا سيري. عقفل طبعاً هذا يمكن تشغل أنت. تقوم بتشغيل الخاصيات اللي بدك إياها وتوقف الخاصيات اللي أنت ما بدك إياها. البحث والبحث في المعجم ولوحة المفاتيح. 50 languages. البحث والبحث في المعجم ولوحة المفاتيح. زر. طبعا البقيات هذونا ما لناش علاقة فيهم، ممكن تحددها لحالك. طيب نعمل رجوع. عنوان. الإعدادات. عنوان. طيب انا شو حكيت؟ حطيت امر للسيري بالنسبة لإشارات مرجعية. لنشوف مرة شو راح يجاوب معنا السيري. يا سيري مرحبا. اهلا. يا سيري إشارات مرجعية. سفاري. إشارات لو لاحظنا مباشرة تلقائيا فتح لي السفاري على الإشارات المرجعية بشكل مباشر. تم سجل قائمة القراءة. تم ضغط بحث في إشارة. لينكس المفضلة. ورك ورك فافورين. مايكروسوفت ام اس ان ابي بي تي سوفت. زي ما شفنا إشارات مرجعية. تم زر. فتح لي الإشارات المرجعية. ممكن أنك تضيفها وهو بقوم بمجرد أنك ما حكيت الكلمة أو الأمر اللي أنت بدك ياته ومباشرة منفذ لك ياته. في حاجة عدد كبير ممكن نقوم بعمله. طيب في حاجة ثانية بالنسبة للسيري حاب نحكيها وشغلة حلوة جدا أكيد راح تعجبكم. سيري الآن شكتها بالأضافة معجم عربي إنجليزي، إنجليزي عربي إلى الآيفون، فعربي إنجليزي عفوا. وفي البيتات القادمة راح يتم إضافة الإنجليزي عربي، يعني من عربي من عربي إلى إنجليزي ومن إنجليزي إلى عربي. فبالتالي سيري الآن بدأ بالترجمة. وطبعا راح يتم إضافة لغات أخرى معها تتعادل مع سيري في الإنجليزية أو سيري في الألمانية والفرنسية وإلى آخره. على سبيل المثال يا سيري كيف تقول مرحبا في الإنجليزية؟ باللغة الإنجليزية ترجمة مرحبا تكون Hello. يا سيري كيف تقول في الإنجليزية أنا ذاهب إلى المدرسة؟ باللغة الإنجليزية ترجمة أنا ذاهب إلى المدرسة تكون I'm going to school. يا سيري كيف تقول في الإنجليزية أنا عطشان؟ باللغة الإنجليزية ترجمة أنا عطش أن تكون I'm thirsty. لو لاحظنا بدأ يترجم، لتقول له الكلمة في العربية هتطقتها في الإنجليزية، ولكن لو حكيته في الإنجليزي ما رح يعدلك هتلا العربي لأنه لسه ما تعلمها. وطبعا لما تسأل عن كلمة ويعطيك معناها أو جملة ويعطيك كيفية وضعها في الإنجليزي ممكن تحط صباعك على الشاشة. يا سيري باللغة الإنجليزية ترجمة أنا عطش أن تكون. الترجمة عنوان. Arabic. أنا عطش أن. English. تشغيل زر. I'm thirsty. I'm thirsty. يعني في حط لك كمان انك تضغط عليها ويرجع يعيد لك اياها مره ثانيه في اللغه الانجليزيه. لو حكينا له انه من الانجليزي للعربي ما راح يترجمها لانه لسه ما دخل ما نزل القاموس الانجليزي العربي. هو فلقط من العربي للانجليزي. على سبيل المثال نشوف وراح تشوف انه راح يقول لك ما راح اقدر. يا سيري ما معنى كلمه برود؟ بالتاكيد تريد الترجمة إلى أي لغة الإنجليزية؟ نعم. هذا ما ظننته. يا سيري ماذا تقول في اللغة العربية ووتر؟ لا يمكنني الترجمة إلى العربية حتى الآن، ولكن يمكنني الترجمة إلى الإنجليزية. زي ما أنت شايف لما شفته بقول لك أنا لا يمكن الترجمة من الإنجليزية من الإنجليزية إلى العربية، ولكن كونني الترجمة من العربية إلى الإنجليزية. إن شاء الله في البيتات القادمة راح تتحسن الوضعية هذه أكثر والتمور تكون أكثر.
وطبعا ان شاء الله في الاستعراض القادم راح استعرض لكم حاجات اكثر ومعلومات اكثر عن الاي او اس 12 اللي لسه ما تم الكشف عنها ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله، واسف للاطاله، وان شاء الله نلتقي عما قريب.